للحديث عن مشروع قانون أمريكي لمنع استغلال الأسد كارثة الزلزال للإفلات من العقاب والحد من محاولات التطبيع الجارية معه، معنا من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. أستاذ ياسر، بداية مرحبا بك. إلى أي مدى ساعد القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي في توصيف ووضع النقاط على الحروف في المشهد السوري حاليا في ظل هذا التهافت على نظام بشار الأسد؟ مساء الخير لكم ولجمهوركم. فعلا مثل هذا القرار أعطى رسالة واضحة بأن المؤسسات الأمريكية تختلف مع الإدارة الأمريكية في إصدار ما يعرف بتعليق قانون قيصر خلال فترة الزلزال لمدة 180 يوم، وكأن مثل هذا التعليق أرادت من خلاله الإدارة الأمريكية أن تعطي رسائل وصلت بشكل خاطئ إلى بعض الأنظمة العربية، بحيث كما ذكرتم في تقريركم كان هناك هرولة باتجاه إعادة العلاقات والتطبيع مع النظام بشار الأسد وإعادة تدوير مثل هذا النظام. أعتقد أن مثل هذا القرار الآن عبر المؤسسة التشريعية، أتكلم عن الكونغرس الأمريكي، أعطت رسالة واضحة بأن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دولة المؤسسات، لا يمكن من خلالها للإدارة الأمريكية أن تصدر رسائل تتعارض مع يعني المصدر التشريعي والكونغرس الأمريكي، سيما إذا علمنا أن هناك توافق وإجماع، شبه إجماع، فقط عنصرين هم من صوتوا خارج هذا القرار والباقي بالمجمل صوتوا مع هذا القرار، وبالتالي يعطي توطئة إلى أن هذا القرار سيمرر أيضا في مجلس الشيوخ. إذا بالنتيجة نريد أن نصل إلى أن هناك حالة من الوضوح بالنسبة للمؤسسات الأمريكية والمجلس الكونغرس الأمريكي، ولكن هناك محاولة لتمييع القضية باتجاه من خلال الإدارة الأمريكية. بالنتيجة سيكون هذا القرار مصدرا رسالة واضحة. هل تعتقد أن نظام الأسد يمتلك شيئا ليقدمه لمن زاروه، لا سيما في زيارة وزير الخارجية المصري التي تشير التقارير أنها تأتي في سياق تصفير الأزمات الثنائية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة؟ هل تعتقد أن نظام بشار يعني قادر على ذلك؟ يعني ظني أن نظام بشار الأسد الآن يحسب حسابات كثيرة، منها أن الدولة الروسية، روسيا الفيدرالية، لديها مشكلة حقيقية ويمكن بأي لحظة يعني أن تتخلى عن الورقة السورية، وبالتالي بشار الأسد سيكون بدون مظلة سياسية، سيما إذا علمنا أن روسيا الفيدرالية يعني كانت تستخدم الفيتو لأكثر من 15 مرة. إذا بالنتيجة سيكون هناك فراغ سياسي. وأيضا عندما يعلم بشار الأسد أو يراقب الوضع في داخل إيران، لديه مخاوف أن يكون هناك انحسار للدور العسكري على الأرض للميليشيات الشيعية، وبالتالي سيكون موقفه مأزوما حتى على المستوى الميداني. بالنتيجة بشار الأسد لديه حالة ضعف، تحاول بعض الدول العربية أن تستغل هذه الفرصة من أجل تحييد ما يمكن تحييده من هذا النظام عن المسؤولية الإيرانية والسيطرة الإيرانية. ظني أن هذا الأمر يعني متأخر جدا، سيما إذا علمنا أن لإيران قوة ناعمة في الداخل السوري، وأن إيران تتعامل مع المشهد السوري بأكثر من عنصر قوة، منها القوة الناعمة ومنها أنها ترسخ وجود هذه الميليشيات ومواردها من خلال الداخل السوري. إذا بالنتيجة بشار الأسد لا يمكن أن يعطي رسائل اطمئنان إلى الأنظمة العربية بأنه سيحصر أو سينحصر دور إيران في الواقع في سوريا، ولا يمكن لهذا النظام ولا يمكن لهذه الدول أن تصل إلى تسوية ترضي المجتمع الدولي، وخصوصا إذا علمنا أن المجتمع الدولي يرغب في تنفيذ القرارات الأممية. أتكلم عن قرار 2118 و225. طيب أستاذ ياسر، يعني في وسط ما بات يعرف خلال هذه المرحلة أو الحالة بدبلوماسية الكوارث والأعذار، خاصة بعد الزلزال، هذه الدبلوماسية بنيت عليها الزيارات لدمشق. البعض يرى أن الولايات المتحدة تلجم محاولات التطبيع وهي قادرة على ذلك، والبعض الآخر يرى أنها المحركة لهذه المحاولات. يعني أيهما الأقرب للحقيقة؟ يعني أعتقد أن يعني الرسالة واضحة بعد إصدار مثل هذا القانون، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بصدد تعويم هذا النظام، وأن الأنظمة العربية التي يعني كان أجندتها منذ 4 سنوات أن تعيد النظام السوري على المشهد السياسي لم تستطع أن تتقدم قيد أنملة بوجود رادع تطبيق قانون قيصر،
بالنتيجة استغلال عذابات السوريين في قضية الزلزال، لن يستطيع أحد أن يمرر هذا النظام الذي أراد أن يتاجر بعذابات السوريين من خلال واقع الأزمة، يستغل هذه المعاناة بسرقة المساعدات، ويستغل هذه المعاناة من خلال ترويج نفسه على المنحى السياسي. ولكن بالنتيجة هناك كثير من الدول كانت تتعامل مع المشهد إنسانيا ولم تتعامل معه سياسيا، ولكن النظام يسوق فكرة أن كل الأنظمة العربية ستعيده إلى حاضنة ما يعرف بالجامعة العربية. بالنتيجة نظام بشار الأسد لا يملك في أن يقدم إلى هذه الأنظمة شيء، والولايات المتحدة الأمريكية صدرت قرارا واضحا عقوبات. طيب أستاذ ياسر، بالعودة إلى قرار الكونغرس فيما يخص المساعدات، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر إيجابيا على المستويين الإنساني والسياسي هذه المبادرات أو هذه الحملة للمساعدات الإنسانية؟ يعني لا يوجد أي خلاف من وجهة النظر حول أن النظام لم يقدم هذه المساعدات المقدمة والتي رصدت بشكل واضح وجلي، وأن هذه المساعدات تم سرقة يعني معظمها خصوصا من النظام ومن قبل الميليشيات الإيرانية المتواجدة في مطار حلب، والمساعدات المخصوصة بمدينة حلب المنكوبة أو الأكثر يعني تضررا بالزلزال. الآن مثل هذا القرار يفرض أن يكون هناك مراقبة حقيقية للأموال التي المقدمة من الدول عبر الأمم المتحدة. أظن أن هذا القرار سيفرض من جديد أن يكون هناك واقع للأمم المتحدة بتقديم هذه المساعدات بعيدا عن أي تسييس، وبعيدا عن إلزامها بأن تقدم على أو تقدم على تعويم هذا النظام، أي أن معبر باب الهوى الإنساني الذي تم إقراره عبر مجلس الأمن هو المعبر الوحيد الذي يمكن أن يساعد هذه المنطقة، والمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة يمكن رصدها بهذا الشكل بشكل آمن وأكثر مصداقية. طيب أستاذ ياسر، أخيرا، ما هي الحركة الثانية المتوقعة والتي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها بعد التأكد بأن بشار الأسد لن يقطع علاقاته مع روسيا أو إيران؟ يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة على مستوى الإدارة الأمريكية لا يوجد أي قرار في إنجاز حل سياسي، وإلا لوجدنا أن هناك تداعيات على الأرض. أي نعم أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى أن روسيا لا يجوز أن تكون هي يعني الورقة الرابحة في سوريا، وأن تكون سوريا بيدها مطية من أجل إنجاز قرارات وفرض أجندات، ولكن بنفس اللحظة نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تشتبك مع روسيا في هذه المساحة على رقعة جغرافية. إذن لمصلحة الولايات الإدارة الأمريكية أن يبقى الملف معلقا، وبالتالي لا يكون هناك إنجاز على الحل السياسي، ويبقى الشعب السوري يدفع الفاتورة، ويبقى النظام يستثمر لعذابات السوريين واستغلال أي فرصة من أجل إعادة تعويم. نعم، من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، شكرا جزيلا لك.